بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، نظم مكتب الثقافة بمحافظة تعز مهرجان موسيقي بعنوان تعز تعزف السلام. التفاصيل في سياق التقرير التالي والزميل نعيم خالد. عندما يرقص الجريح على أنغام الموسيقى وينطرب في مدينة أعيال الحصار والحرب، فهذا يعني بأننا أمام قامات جبارة تزرع الأمل، وبأن القادم أجمل. وفي فعالية اليوم العالمي للموسيقى الذي ينظمه مكتب الثقافة بتعز وتحت عنوان تعز تعزف للسلام، بمهرجان قدمته كوكبة من نجوم العزف والغناء بصحبة الفرق الموسيقية لتبعث تعز روح السلام والأمن. اليوم العالمي للموسيقى الذي يوافق الخميس 21 يونيو، مكتب الثقافة بتعز برعاية كريمة من محافظ محافظة تعز، نقدم اليوم تعز تعزف للسلام، وتعز دائما وابدا وهي تعزف للسلام. هي مدينة السلام، مدينة المحبة، مدينة النغم، مدينة الفنون، مدينة الإبداع. هذه الأرواح التي ترونها الآن هي ما تمثل روح تعز الحقيقية. هذا الجمهور الذي خرج رغم الحرب والحصار، خرج ليقدم رسالته عن الثقافة وعن الفن وعن حبه للحياة. تعز تغني للحياة، تغني للسلام، وهذه هي رسالة تعز دائما وأبدا. أنغام ترنم بها الجميع في تعز متناسين ما خلفته الحرب من دمار وقتل وتشريد، فهذه تعز وأبناؤها الطواقون إلى الثقافة والسلام. تعز تحتفي بالعيد ومناسبة اليوم العالمي للموسيقى 21 يونيو، أقام مكتب الثقافة فعالية نوعية لفنانين مبدعي تعز الفنانين الموسيقيين. تعز تعانق السماء بعيدها، واليوم في يوم الموسيقى تعانق الموسيقى والحضور الفعلي. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية، تعز.